بسؤاله الآخر يقول: ما تفسير قول الله جل وعلا يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به؟ هذا يوم القيامة، ويوم القيامة له أهوال عظيمة يشيب منه الصغار الذين ليس من عادتهم أن يشيبوا، يشيبوا من شدة هوله وشدة فزعه. وكذلك السماء تتشقق وتتفطر على قوتها وصلابتها، فإنها تتفطر في هذا اليوم وتتشقق. نعم.